هكذا انطلقت مجموعات من الحرس القديم باتجاه منزل حاكم مصرف لبنان رياض سلامي في منطقة الربية، والطلب واحد: أن يسلم نفسه للقضاء وأن يحاسب. وبعد وقت قليل تمكنت إحدى مجموعات الحرس القديم من اختراق الحاجز الأول للقوى الأمنية في محيط منزل سلامي. حدا بس يقلنا بأي بلد بكل العالم شخص انطلب للقضاء شخص حرامي تحمي القوى الأمنية؟ معلش نحن رح نكون سلميين، حابين نقرب لجوا، بس حتى نفرش كل العالم انه قد ما ينحمر يا سلامة نحن رح نضل ورا، ان شاء الله بعد 100 سنة نحن ورا. وسرعان ما تحول محيط منزل سلامي إلى شبه منطقة عسكرية مع استقدام وحدات أمنية من الجيش اللبناني، ومع التواجد الدائم لعناصر قوى الأمن الداخلي أمام منزل حاكم مصرف لبنان، وهذا ما نتج عنه بعض التدافع بين مجموعات الحرس القديم والقوى الأمنية. هو ليس التحرك الأول للحرس القديم، وبالتأكيد لن يكون الأخير، خصوصا لمواجهة الفساد وكشف الحقائق.